بجامعة ديلاوير في ذلك الوقت، عندما سمعت هذه الأخبار بشأن محاولة اغتيال الرئيس كينيدي. كانت هناك الكثير من الأحداث والخطوات. تغير التاريخ من ذلك الوقت، وكذلك جاء الرئيس جونسون من أجل وضع الكثير من الأطر. وكان أول ما تناوله بعد هذه المأساة عددا من الأمور المتعلقة بالحقوق المدنية. يمكن أن نتذكر هذا تماما فيما يتعلق بقانون الحقوق المدنية. واستمرت كل التطورات والأصوات. Of the United States Senate, historic vice president and president, his philosophy was simple. In a great society, no one should be left behind. He'd say, it's time for us to come to see. أن الوقت لنا جميعا أن نرى هذا المسار الجديد في الولايات المتحدة، وأن نأخذ كافة الفرص لصنع الأفضل والخير لنا جميعا. لقد أخذ الوقت أعواما من أجل وضع هذه الأسس، وجاء بعد ذلك كثير من الجهود المضنية من أجل الوصول إلى اللحظة الحاسمة للشعب الأمريكي بغض النظر عن الجنس أو النوع أو العرق أو التوجهات. معا حققنا الكثير من الإنجازات في هذا الشأن. هذا جاء بعد توقيع قانون الحقوق المدنية. معا يمكن تحقيق هذه الأهداف لتحقيق العدالة وكذلك الحفاظ على كافة الحقوق. وبناء على ذلك تمكنا من تحقيق بلد أفضل وحياة أفضل لشعوبنا. We do not celebrate these laws as part of our past. يمكن أن نحتفي بهذه اللحظة بعد كل هذه الجهود التي بذلناها. ليندون جونسون تفهم وكينيدي تفهم هذه الأمور كافة. المحكمة هي التي تقر هذه الحقوق ونتفق عليها جميعا. فبعد كل هذه الجهود الرئيس جونسون سمح بإطلاق هذا العمل وهذا المشروع الذي حققناه معا. وواجهنا الكثير من التحديات القضائية وكذلك عددا من الإجراءات القضائية الأخرى. نحن رأينا هذا الإنجاز.